السلام عليكم يا طلبة، اليوم إن شاء الله ناخذ آخر محاضرة لنا في مادة الكمبيوتر جرافيكس كلية اي تي. عموما المحاضرة هذه أغلبيتها معلومات عامة وعلى استعمال الكمبيوتر جرافيكس في الجيمز أو الألعاب الحديثة. هناخد شوية مقدمة، بعدين ندعو على البلاتفورمز المنصات اللي اشتغل عليها الألعاب، وبعدين عندنا إشكالية تواجه في الديفلوبمنت الجيم ستراكشر. بصفة عامة عندنا resources limitation سواء كان هاردوير او السوفت وير او تايم. بعدين نحاول نقسم الالعاب طبيعه تركيبها الى جيم تايبس، وبعدين ندعو على الجيم برودكشن بروسس او كيف تتم تطوير الالعاب من زيرو الى المستقبل كل مره تطلع ابديت واضافات. بعدين نبي نطلب منكم كيس ستدي هناخدوه في نهايه المحاضره، هذا يعتبر ميني بروجكت. بسم الله نبدأ. بصفة عامة نحن نشرحكم بالعربي ونفس الكلام حتقروه بالإنجليزي، ما بيش ناخذ أي وقت الترجمة. فبصفة عامة الألعاب بصفة عامة تطور كبير خلال 30 سنة اللي فاتت، وكل ما مع الوقت الألعاب قاعدة تشد الانتباه الإنسان العادي، حتى مش تخص كمبيوتر أو مش في الأريا بتاع الجيمينج. ففي مؤثرات معينة في ألعاب حديثة تشد الانتباه بصفة عامة، وفي ألعاب من قوة شبه واقعية حتشد انتباه الإنسان العادي. مثلا عندنا هذه اللعبة سكرين شوت من لعبة اسمها هورايزن. هورايزن كانت أول جزء، عندها جزئين هنا، أول جزء كان على البلاي ستيشن 4 وتوا طالعين جزء على البلاي ستيشن 5. فتلاحظوا الإفكتس الجلو بتاعت الويبن هذا والسلاح هذا، وعلى الانمي كاركتر والهيرو كاركتر او الولية مصابيها. فهذه لو تبحثوا عليها تكتبوا هورايزن على البلاي ستيشن 4 او 5 وحتلاقوها موجودة في موقع بلاي ستيشن. بالنسبة بصفة عامة الجرافكس عن طريق الجرافكس تقدر تدير حاجات خيالية لأبعد الحدود، خاصة في ألعاب الفانتسي أو الخيال أو سوى الفانتسي أو الخيال العلمي أو سكاي فاي. الألعاب هذه طبعا مش شرط يعتمد على الأفكت، مش شرط يعتمد على الجيم إنجن، ضروري إنك في الجيم إنجن عندك حرية إضافة حاجات بالكود أو بالتصميم. من ضمن الأرت أسيت كريش، الأرت أسيت إنك تصمم كاركتر من الخيال، يعني زي الشخصية هذه وتصممها وتبدا معاه من سكتش زيرو الى الموديلنج، وهي دوينا عليه مع ذاك الفتره. وطريقه الجيم بلاي حتى هي والقصه والكور او الكور جيم او طريقه ميكانيزم اللعبه تفوق اللعبه تفوق على اللعبه في هذه الحاجات. فضروري نتوقع انكم اقل حاجه لعبتوا اكثر من لعبه في حياتكم، ولو حتى ما لعبتوش بكم تاخذوا حتى 5 دقائق تصفحوا على اليوتيوب على احدث الالعاب وتشوف حتى تاريخ الألعاب، تشوف التطور الهائل اللي صاير في سرد القصة. لأن يعني عندما قاعد يسمى دارن نيو اريا يقول سينماتيك جيم بلاي، يعني اللعبة كأنك عايش في جو فيلم. فعطينا هذه الفكرة من تطور الألعاب. فعندنا الجيم هذه الحق اسمه والله ما زلت ما عرفتها، بس هي طبعا هذه مأخوذة سكرين شوت من بلاي ستيشن 4، هتشوفوها وابحثوا عليها. وانا كان جيت اسمح ان ابحث لكم عليها اسم اللعبة هذه. فاللعبة هذه مأخوذة سكرين شوت من البلاي ستيشن 4، تلقاها في موقع البلاي ستيشن. طبعا تطور اللعب ما بداش من زيرو، بدا عن طريق اول حاجة الهاردوير، بعدين جاء السوفت وير. فاول العاب كان لنا عبارة عن شنو، العاب الاتاري الاولات. طبعا العاب الاتاري طبعا يعتبر الجيل الاول، بعدين لان الاجهزه الحديثه زي الاكس بوكس سيريس اكس والبلاي ستيشن 5. طبعا الاكس بوكس سيريس داروا منها الموديلين، موديل الفول اوبشن والمزايا اللي فيه هو سيريس اكس، وموديل ايكونومي او اقتصادي اسمه سيريس اس. طبعا سيريس اس اقل مواصفات من سيريس اكس، وفارق حتى في قريب فوق من أكثر حتى من $100 فرق السعر. بالنسبة للبلاي ستيشن 5 طلعوا إصدارين، هما الاثنين نفس قوة الأداء، بس البلاي
بلاي ستيشن 5 في جي مع سي دي، والبلاي ستيشن 5 في ديجيتال اديشن جي البلوراي او ما جيش موجود فيه، يعتبر ارخص 100 دولار. فانا بنفس من ناحيه الاداء الاثنين نفس الاداء، اما من ناحيه الفرق ان الفايف ما فيش ديسكات، والديجيتال اديشن ايوه معلش الديجيتال اديشن ما فيش ديسكات، وبلاي ستيشن 5 كامل فيه يدعم العاب السي دي ديسكات. طبعا ننزل شويه على البلاتفورم، طبعا هذا تعريف مهم ما نجيكم من صوت الامتحان، احنا قاعدين بالانجليزي. We use platform to refer to a specific combination. In platform هو combination of hardware, operating system and API. كلنا ندوينا عليه نحن الهاردوير والاوبريتنج سيستم والاي بي اي، قلنا هو عباره عن شو؟ نفس الاوبن جي ال او الدايركت اكس بصفه عامه. مثلا بلاي ستيشن اتوقع انه يستعمل الاوبن جي ال، وبالنسبه للاكس بوكس يستعمل الدايركت اكس 12 اللي خاص بشركه مايكروسوفت. هذه رسمه توضح بعض البلاتفورمز. ان نينتندو سويتش هذا، وهذه ذراع بلاي ستيشن 4، وهذا الاكس بوكس 1، والنسبه للثالث رابع وحده هما في عشاق البي سي جيمنج. البي سي جيمنج مشكلته انه يكلف اكثر من الكونسول، وميزته انك ما تقدر على الابجريد، فهذا يعتبر بي سي جيمنج. طبعا في حاجه اخرى نحن اللي بين نستفيد منها، ان البي سي جيمنج تقدر تخزن عليها العاب مكركه وهكذا، على عكس الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن نينتندو فيه تكريكها بس صعبه شويه، مش نفس الكمبيوتر. الكمبيوتر تنزل لعبه تشتغل معك دركت، اما بالنسبه للبلاي ستيشن والاكس بوكس ونينتندو ضروري في طريقه مضيفه باش ديال هاكينج او جيل بريك، وبعد ما ديال جيل بريك لو طلعوا صوني اصدار جديد ما عادش يقدر ينلقى على الانترنت. هذا بصفه عامه معلومات عامه. بالنسبه للبلاتفورم او اللي دوين على الجيم انجن، نحن طبعا البلاتفورم يختلف من لعبه للعبه. في العاب طبعا تحق ماوس ويب ابلكيشن، يعني يشتغل على سيرفر معين. العاب زي العاب كان من قبل زي المزرعه السعيده بتاع فيسبوك، يعني العاب بسيطه تقدر تستعمل الماوس والبراوزر سواء جوجل كروم او الفايرفوكس. والعاب الى ديديكيتد جيم كونسول، العاب مخصصه لاجهزه الجيمز الحديثه مثل الاكس بوكس والبلاي ستيشن 5. طبعا هذينا تريد ماركس او برامج معروفه في الجيمنج، عندك مثلا جيم ميكر ستوديو، واهم وحدات احنا نركز عليها اليونيتي والانريل. هذين المهمات تاخذوا حتى بعد الكورس هذا، لو حبيتوا تخشوا في كورس ثاني اسمه جيم ديفلوبمنت او جيم انجن ديفلوبمنت هتلاقوا الانريل واليونيتي متوفرات. وفي طبعا حتى واحد اخر معروف اسمه كراي انجن من شركه كرايتك، حتى هو ما شاء الله لا باس به. يعني الثلاثه هذين اليونيتي والانريل والكراي انجن يعتبر حديثات تقدر تستعملوهم في الالعاب، خاصه الفيرست بيرس شوتر، العاب منظور الشخص الواحد. بالنسبه عن في مشكله مش اشكاليه حتواجه للتطوير الالعاب، هي limited resource. لما الشركه او الشخص اللي بيقرر يطور اللعبه ضروري ما يطلعش برا الباوندريز بتاع الفيزيكال اريا بتاعه. في الخيال يقدر يطلع يدير لعبه خياليه، هذا كله في الصفر، بس ضروري يعني يراعي ان عنده هاردوير معين، ضروري يعرف مزايا الهاردوير معين وقوة تحمل الجهاز. فعندك البروسيسنج تايم، البروسيسنج تايم انك عندك جهاز في سي بي يو معين مثلا لا يتحمل انك تشغل عليه مثلا اكثر من الكلوك سايز، او مثلا جهاز سرعته 2. جيجا هرتز ما يتحملش انك تشغل عليه 2.5 لزمن طويل، او في لان الجهاز بعد النسخة يبي تبريد. فبعض الالعاب تجينا على الالعاب الحديثه على الاجهزه الكونسولز القديمه، مثلا نقول بلاي ستيشن 3 طلعت ريزنت ايفل جزء جديد، لو تشغلها مثلا كامله على البلاي ستيشن 4 او 3 اللعبه طبعا تستحق بروسيسنج يونت، فالجهاز يسخن الفراره تولع وتسمع صوت الفراره لان اللعبه تبي مواصفات عاليه. اما حتى بالنسبه للكمبيوتر لو حطيت لعبة مواصفات عالية على جهاز نوع ما متوسط، فعندك حاجة من اثنين، يا اما تنقص الجودة بتاع الجودة الكواليتي اوف افكتس المؤثرات، يا اما تنقص الريزوليوشن بتاع الشاشة باش تشتغل لعبة كويسة بمناسب امكانيات جهازك.
وعندنا ستورج، ستورج ايام زمان ايام البلاي ستيشن، وكان الالعاب قبل حتى البلاي ستيشن نينتندو كان يستعمل في الكارتش. الكارتش هو عبارة زي الشريط اللي استعمل فيها ايام زمان في الالعاب، السعر بتاعها بالميجات ما تفوتش حتى 5 ميجا. اللعبة على السيجا ميجا درايف او نينتندو او سوبر نينتندو، تحمل فيها اللعبة وتشتغل، وصعب انك تمنع كابي يعني. اما توا قاعد يستعمل في ستورج السي دي من ايام البلاي ستيشن 1 الى توا بلاي ستيشن 5 يستعملوا في البلوراي. طبعا هذينا عصر ورا عصر، كل مرة يزيد شنو الحجم او السايز بتاع الديسك او بتاع الشريط. وفي توا العاب يستعمل شنو ديجيتال اونلاين داونلود او دي ال سي، يقول داونلودبل كونتنت تنزل من النت، حتى لو دير ابديت كلها عن طريق النت، فمش داعي تشتري فيزيكال ديسك او سي دي، مش داعي تشتري فيزيكال، تقدر تشتري من اونلاين. وعندنا في الديفلوبمنت ريسورس، لو عندك تيم معين بتطور لعبة فعندك ريسورس معينة ضروري تستفيد منها. مثلا عندك ديدلاين، الديدلاين انك عندك جيم مثلا بعد سنة تنزل السلايد الجاية، مثلا عندك جيم بعد سنة فعندك مقيد بزمن معين خلال سنة ضروري تنهي اللعبة. بالنسبة ناخذ مثال على البلاي ستيشن 5 هاردوير فيتشرز، البلاي ستيشن 5 امتازت على الأجهزة اللي قبلها بالخمس نقاط الآتية: 3D Audio Sound، طبعا مجسم، يجي 3D مجسم يعطيك يخليك عايش جوا اللعبة وتحس روحك مستمتع باللعبة. طبعا في عام تقنيات في الـ 3D Technology، 3D Audio Technology، منها Dolby والـ TST الـ DST الـ DTS قصدي، وفي تقنيات أخرى، وأشهر وحدات هي Dolby، Dolby Digital Sound. هذا بالنسبة للـ Sound Area. بعدين عندك الـ Haptics Adaptive Triggers، هذه ميزة في الذراع بلاي ستيشن، تلقى البطمن بتاعتها الـ R2 والـ2 نزل يجمع اللي عندهم على البلاي ستيشن، تلقى فيها الذراع مريحة وتتفاعل مع اللعبة من ناحية الـ Vibration، أو نفس النقال لما يهز حتى الذراع تهز لما تصير لقطة في اللعبة. بعدين عندنا الـ Ultra High Speed SSD، الهارد ديسك أو لما تدير لودنج على اللعبة ما يخش إلا أجزاء من الثانية بدل من دقيقة أو أكثر في الأجهزة القديمة. والهاردوير بيز راي تريسنج، طبعا الهاردوير هذا بيز راي تريسنج، انا كنا تشوف دوينا على الراي تريسنج من قبل وقلنا بطيئة الراي تريسنج، خاصة لما انتم درتوا مشروع الكرة الأرضية تاخذ من دقيقة ما أكثر باش تطلع صورة واحدة. بالنسبة للبلاي ستيشن 5 حيستعمل الهاردوير بيز راي تريسنج أو ريل تايم راي تريسنج، فالصورة الكرة الأرضية لو تدير مشهد أو لعبة بدل ما تديرها بالطريقة العادية ياخذ منك ربع ساعة وأكثر، في الألعاب تلقاها بالملي سكند، يعني تقدر تدير عند 30 فريم بير سكند إلى حتى 60 فريم بير سكند اللعبة الواحدة. والعنصر الخامس والأخير هو الألترا اتش دي بلوراي، أن تقدر تستعمل بلاي ستيشن 5 في قراءة ديسكات الأفلام عن طريق الألترا اتش دي بلوراي. هذا باختصار الريسورسز بتاع البلاي ستيشن 5. وعندنا وحدات قريبات منها نفس الاكس بوكس سيريس اكس، حتى قريبات نفس فكرة بلاي ستيشن 5. تو نرجع شوية على الجيم تايب، طبعا الجيمز حاولنا خديتها من موقع هذانا الاي دي تك، يوريك انواع الالعاب. انواع الالعاب طبعا حاولوا يقسموها الجيمرز او الديفلوبرز الى اقسام معينة، فمن ضمن هني الاكشن جيمز، الاكشن جيمز العاب المغامرة، اكشن ادفنتشر جيمز العاب اللي فيه اكشن كيف ترجموها هم. طبعا في اكشن ادفنتشرز وفي اكشن جيمز. الاكشن جيمز طبعا ما تقدر ما فيهاش قصه زي الالعاب القتاليه زي تيكن، او ما تقدر اللعبه كلها عباره عن زي ال فيرسز، او اذا عندك تو بلايرز فهذه الاكشن جيمز. اكشن ادفنتشر هي عباره عن قصه طويله لعبه معينه. ادفنتشر جيمز ما مش اكشن، ما تقدر كرتونيه او حاجه كي. الرول بلاينج جيمز هي معروفه بالالعاب الار بي جي، او مثلا نفس نظام لعبه فاينل فانتسي معروفة يا فور جيمرز. عندنا بعدين سيموليشن جيمز مثل ألعاب السيارات، سيارات ما تقدر حتى في سبورت سيموليشن جيمز، مثلا ألعاب الطيران مايكروسوفت سيموليتر الأخيرة صورتها واقعية، بس مشكلتها أن تشتغل على الإكس بوكس، هذه إشكالية يا جماعة بلاي ستيشن 5. استراتيجي جيم هذين يستعملون مثلا حتى زي
ألعاب تقدر تستعمل فيه إن يعتبر الشطرنج، حتى هو لعبة استراتيجي، وألعاب تقدر مثلا زي لعبة سيفيليان أو سيفيليشنز، لعبة تلقاها كيف تكون قرية وتبدأ تطور فيها وهكذا يعني. السبورت جيمز طبعا معروفات، الكورة، ملاكمة، الحاجات اللي بتاعت الرياضة، البازل جيمز، حتى الشطرنج تعتبر هذه بازل جيم، ألعاب فيها ألغاز. أشهر لعبة في البازل جيم هي اسمها ذا روم، فهذه بيوكم هوم وورك، دولي سكرين شوت من أي جزء، طبعا هي أجزاء وأجزاء، قريب 5 أجزاء، 4 على الأندرويد وواحدة على البلايستيشن في آر. هذه بالنسبة للبازل جيمز. أكثر لعبة معروفة ولاقت لاقت نجاح واجد بين الجيمرز، والايدل ايدل جيمز علينا حاجات اخرى، العاب اخرى. وفي في الاندي جيمز، الاندي جيمز حتى ان الاندي جيمز علينا العاب مديرنا اشخاص معينين مش شركات، هذه اندي جيمز. بالنسبة للجيم برودكشن بروسيس، هذه مهمة ضروري تعرفوها اقل حاجة، يجيكم سؤال في امتحان في الخريطة هذه. يبدأ الجيم عادة يبدأ من فكرة، وبعدين فكرة ديرها بلان، وبعدين من البلان تستمر لين عند شنو ديرها بوست برودكشن. ويعتبر عادة الفكرة مبنية على لعبة موجودة أو لعبة خيالية موجودة، أو نادرا ما تلاقي لعبة مبنية من زيرو مثلا. فمثلا الألعاب مثلا زي باتل فيلد تلقاها مبنية على ألعاب قديمة، زي مثلا وولفستاين 3D في 92، كيف واحد ياخذ مسدس من حد، العاب ال first person shooter. ندو شوي على البلانينج، اول حاجه عندك شنو اللعبه اللي بتبنيها، والبادجت بتاع الشركه، والاودينس ما تستهدف بيها. طبعا الاودينس طبعا هذه في ترقيم العاب على حسب المحتوى بتاعها، تلقاه مناسبه لجميع الاعمار، او عندها ترمي زي الاي وال حتلقوها لو بحثتوا عليها، الاي مثلا افري ون او 3 سنين، يعني above 3 years، حتلقاها دي مناسبة لجميع الأعمار. في ألعاب خاصة بالتين أو 12، في ألعاب خاصة من 18 على حسب الرعب أو الكونتنت بتاع اللعبة. البري برودكشن عندك كيف تدير ستوري بوردنج، قصة اللعبة نفسها كيف تتكون، هذه في البري برودكشن. دي عندك موديلنج معين، هتاخد مثلا دير تصميم للكاركتر اللي في راسك والقصة ومحاكاة القصة. بعدين البرودكشن تبدأ في الإنتاج، هذا يجي فيه الكمبيوتر جرافيكس اللي دوينا عليه، المنهج بتاعنا، الموديلينج والديزايننج والأوديو والفيجوال إفكت وهكذا، والديفولت والرندرينج كله يجي في البرودكشن. بعدين يجي مرحلة التستينج. التستينج طبعا أنت تشوف البجز أو الأخطاء الموجودة في الجيم الأولى، وبعدين طريقة اللعب، هل اللعبة سهلة واجد أو صعبة، فكلنا تحددنا في التستينج. وبعدين هل اللعبة even fun أو قصدي فيها جو ولا من الأخير يعني. وبعدين نبدأ في البري لانش. البري لانش طلعوا الشركة أو الديفلوبر يطلعوا مثلا ألفا ريليس. ألفا ريليس هو عبارة عن إصدار من اللعبة بيطلعش برا الشركة، يجي جوا الشركة، يقوم المبرمجين والمطورين جوا الشركة باختبارها. بالنسبة للبيتا يطلع اليوزر العاديين بابليك وبس، ما يطلع أغلبية الشركات ما يدرانش فيه بفلوس، يدير جزء معين من اللعبة بيتا على اليوزر ينزلوه، لو عجبتهم يطلعوا شنو الجولد ريليس. الجولد ريليس هو آخر إصدار فيزيكال للعبة بحيث يتم تسويقها. وطبعا اللانش هذا يوم التسويق أو الجولد إديشن. طبعا الاخطاء انتهيا، سواء الاخطاء الميجر او الماينر، كبيره او صغيره. وبعدين عندك شنو الماستر ريليس او قلنا عليه هو الجولد ريليس. وبعدين بوست برودكشن، بعد ما اللعبه تستمر انت اكيد حتنزلها ابديتات لو فيها مشاكل اخرى، وحتنزلها مثلا محتوى جديد او اصدار ثاني للعبه. بالنسبه لبيميك اب توكي كملنا الشابتر بتاع الجيمز. نبي ميك اب شنو، تاخدوا لعبة من أي بلاتفورم، سواء نبي من التلاتة هذيلا، ما نبيش من كمبيوترنا، نبي من البلاي ستيشن أو إكس بوكس أو نينتندو سويتش، أو حتى أي مش شرط نينتندو سويتش، نينتندو بصفة عامة حتى الأجزاء القديمة. ونبي كم شنو، هو الأفضل تاخد نينتندو سويتش لأن مقارنة حتجد أفضل. يعني عندك البلاي ستيشن تاخد لعبة
وبعدين تاخد شنو قارنها مثلا تاخد لعبتين مثلا من البلاي ستيشن او الاكس بوكس او نينتندو، تقارن بيناتهم من ناحية شنو الجودة بصفة عامة، الجرافكس شنو تبي متطلبات الجرافكس، شنو هل هي في الجرافكس كويسة أو مش كويسة، سهلة صعبة طبعا هنا بيكم تلعبوها باش تلعبوها، بس أنا مش منكم هذا، أنا بيكم تقارنوها من ناحية الجرافكس، لأن الشابتر الكورس كله على الجرافكس، وبعدين تدو شوي على الريندرينج وعلى الستورج بادجت بصفة عامة، تدو هل اللعبة هذه غالية رخيصة. طبعا سعر اللعبة حتلقوه في مواقع زي الأمازون أو مواقع نفس البلاي ستيشن أو الإكس بوكس أو نتندو، فتقارنون على الريندرينج والجرافيكس وسعر اللعبة. فأنا بيكم هذا بس دوبليا ميني بروجكت، وإن شاء الله هذا يعتبر حتوى عليه درجة، أنا أعطيكم عليه 5 درجات للسينما. أقل حاجة تساعدكم في الفاينل لو لبستوا وصلت حاجة لا قدر الله تلقون 5 درجات في دنكم، فهذا بمنكم الميني بروجكت هذا. وهذا بالنسبة لاختصار اختصار للشابتر بتاع الجيم. طبعا هذه الصورة هذه مأخوذة من لعبة مشهورة طالعة توا ملاش أقل من شهر، فاللي بيكم تعطوني اسمها بس جزء من التفاعل معنا، وإن شاء الله كل سنة طيبين، وهذا منهج الجراف انتهى. ولو حد حب يقوي روحه في الجراف أو يبي يضيف إضافة للمادة السمستر الجاي أو يعطيه ملاحظات، فأنا أتقبل النقد والنصيحة. فإن شاء الله استمتعتوا بالمنهج هذا، والمنهج هذا شيق خاصة لأن الريزولت يعطيكم حاجة قريب من اللعبة هذه، الواقعية متاعها والخيال متاعها بشكل لا يوصف. فأنا بيمكن مكي بس في النهاية تعطوني اسم اللعبة هذه ودزولي على الخاص على الإيميل، وإن شاء الله نشوفكم السمستر الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد أنا بنعطيكم بس فيديو واحد آخر مش شور المنهج، بس أوريكم أنواع الألعاب على البلاي ستيشن. وإن شاء الله طيبين يا طلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.